I've been there all night. I've been there all day. And boy, you got me walking side to side. I'm talking to you. Like a vulture, see my hips and my tips, don't ya? See my ass and my lips, don't ya? Lost a few pounds on my waist for ya. This the kind of beat that go rat-a-tat-ta, rat-a-tat-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's pure primitive, it's widening it. If you got a bit, let me search, yeah. I'm find out how hard I gotta work, yeah. It's pure primitive, it's widening it. It's pure primitive, it's widening it. I like the way you work that. Your love is faded. Your love is faded. I feel it.
it fade. When no one in around, I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade. Just fade away. I feel it. Fade away. Fade away. I feel it. Fade away, yeah, yeah, yeah. I feel fade away, it. Yeah, yeah, yeah. I think too much. I feel it. I think too much. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love it. I wanna. I'm trying to feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. It. Your love is fading. I can feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. Deep inside, deep inside. I feel it. ça va, ça va, ça va, Layla. How are you doing? Good. Ça va, Jerzy? Shalak, Rashid Beg. Alors, ça la fait qu'on. من بيروت مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الاخر على هواء الام تي في مباشره من الكيمبينسكي سامرلاند بي. نحن موجودين لحلقه جديده لنستمتع نفرجيكم اجواء بيروت قديش حلوه ونفرجيكم قديش الجو ايجابي هالصيفيه. الليله بحلقتنا حنستقبل ملكه جمال سابقه ومقدمه برامج لامعه دينا عزار. فنان شبابي بيتمتع بصوت وحضور مميز جو أشر معنا الليلة. بالتمثيل نجح وبيملك صوت حلو وشعبية واسعة الفنان وسام صليبة كمان موجود معنا الليلة. حساب على إنستغرام الأنشط بلبنان والعالم العربي والكل بينطر لوكيتا. نور عريضة موجودة معنا. بتملك صوت مميز وهي معنا الليلة تنحكي عن جديدة روكسان توما. وضمن مهرجانات الصيف حنتعرف اكثر على برنامج مهرجانات البترون لها الصيفيه مع السيد سيد فياض. من الاخر لليله مع ليلى بن خليفه. Always on fire. Apparently yes. اكيد معكم وبحضوري معكم عم اون فاير. نحن كيف مع هالمجموعة الجميلة وكون بلبنان جميل في هالصيفية. ونحن أكيد مبسوطين بوجودك والمشاهدين كمان ماشي مبسوطين بوجودك. ساري الخازن معنا الليلة. أهلا وسهلا فيك ساري. Hello guys. I don't know what you heard about me. عملي هيك. ساري. ساري كل يوم عوينات جديد؟ كل يوم. عندي بوتيك اوبتيك نزار كل يوم هن سبونسر نظر بوتيك نظر 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 عم تتشمس كثير ها؟ شوي عندي صديقي بيير رباط كمان عم بيتشمس بس بيحترق بحط شوية بودرة بيضاء وبيمشي الحال. اهلا وسهلا فيك سامي انجلت بواب على الليلة. اهلا وسهلا فيك انجلت. حابة هالغنية كثير. شو هالحلوة هيدا اللي بالسين؟ ميرسي. كثير حلو. كثير بحب هالغنية بيير. جاهزة لحلقة ليلى؟ حاضرة حالي ايه اكيد اكيد. معنا ليلى راشد محصلي. اي. راشد بيك كيفك؟ عم بتطلع فيك سبقني ساري.
شو هالمونتاج الحلو مسيو رباط؟ حلو ايه؟ واو ايه؟ حلو 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 يعني مو فسرنا قطعنا اللون الاحمر. جورج حلو معنا الليله، اهلا وسهلا فيك جرجي. اهلا وسهلا بكل المشاهدين الموجودين اللي انضموا الى شاشه ال ام تي في. اهلا وسهلا بايس دي جي موجود معنا، وسيرج اهلا وسهلا فيك سيرج من تبلز موجود معنا، واهم شيء جمهور كريم موجود معنا بقلب الاستديو. خلينا دغري نبلش مع اول فقره وهي بابليك فيجر. هي ملكة جمال لبنان لسنة ال 95، بعد انتخابها دخلت عالم التلفزيون كمقدمة لبرامج عديدة، نذكر منها محطات أسرارها وديو المشاهير. بال 2003 فتحت بزنس خاص فيها بعالم المجوهرات، وسنة 2014 أطلقت مجلة إلكترونية بتحمل اسم دنيا دينا، بتعالج فيها مواضيع وأمور كثيرة. رحبوا معي بملكة جمال لبنان والإعلامية دينا عزار. اهلا وسهلا فيك. تمام اهلا وسهلا، تفضلي. اسم الله عليك. كانه بعدنا بال 1995. بعدنا؟ لا لا، كل ما بتكبري كل ما بتحلي. لا بنشوفك ياس. ثانك يو ثانك يو. ملكة جمال لبنان خلص، وقت تكون حلوه بتضلها كل حياتها ملكه ان شاء الله. عن جد ما بعرف، بقول بكره على 90 رح كون على العكازي وبعدهم بقولوا ملكة جمال لبنان. لا كثير هالقد بريشر. لا بس هيك اذا على 90 وبيقولوا ملكة جمال لبنان يعني شيء كثير حلو. بس هلا في هالمره كمان تكون حلوه على 90، ليه لا؟ اكيد دائما بكون عندها تعوجات كثير وكل شيء، بس بكون عندها خبره كثير. بكون عندها خبره كثير والجمال الداخلي بيكون اهم. 100% والجمال الخارجي، وكل عمر له جماله، ما بنضلنا 20 للابد. دينا وقت الصبيه بتدخل بمسابقه ملكه جمال لبنان، بتعرف انه انا فتت على هيدي المسابقه لانه اليوم بدي اطلع ممكن اربح، واليوم بتخلص هون. انت اليوم فتت لانه كان عندك هدف، بدك توصلي ما بعد ملكه جمال لبنان، استعملتي كباب كوسيله لتفوتي بالاضواء وتشتغلي بعالم التي في والشوبيز. ما كنت عم فكر هالقد بعيد، يعني اول شيء فكرت انه الواحد بده يعمل خبره يتذكرها، اشياء اللي تمرق بحياته يقول واو عمل شيء بحياته. ما فكرت هالقد لبعيد، ولا فكرت انه رح تفتح هالقد بواب هالشغله. و بعمر 22 شو كان بيهمك بهالوقت؟ الذكريات هيدا انه الواحد طب سميت عامله بصمه؟ اي انه يعمل واحد شيء بحياته بيقدر يتذكره. انه شيء غير عن العاده، وطلع غير عن العاده. كله سوا اكيد طلع غير عن العاده. طب دخولك للشوبز، يعني اشتغلت بعالم التي في، قدمت برامج، مثلت كمان بنفس الوقت، اليوم كانت مغامره، سالت حواليك الناس، يعني كنت من اوائل الاشخاص يلي استعملوا اذا بدك تايتل ملكة جمال لبنان تيفوتوا على التلفزيون، ومن بعدها كرت المسبحه. يعني اليوم بنشوف اوتوماتيكلي تقريبا بتفوت ملكة جمال لبنان بتنطر تيخلص كونترا تبعها، بعد سنه بنشوفها عم تقدم برنامج. مزبوط، بس يمكن يعني صرتوا عم تعملوا احلى كاستنج يعني للتلفزيونات. او لا لا، بس الشغله هي انه انا بوقتي نعم. يمكن ما كان كثير عدل انه بين نهار والثاني الواحد يصير مشهور ويصير يحق له انه يعمل كارير او يحق له يعمل مهنه بالتلفزيون اللي غيره اشتغل عليها 10 و15 سنه. بس كنت معايير غير والمواصفات كمان غير. والواقع انه بين نهار والتاني انت على كفر كل مجله بالعالم العربي، اكثر حدث انحضر بالتسعينات حدث انتخاب ملكه جمال لبنان. فهالشيء واقع، بس لهلا بعد 20 سنه نعم هيدا الي، هيدا حقي انا.
منه بقى شيء تقدم لي بال بعد 20 سنة حسيتي فيه هذا الشيء يعني السيلف ساتسفاكشن اللي عندك اياها اليوم نطرتي 20 سنة تاخديها ولا من بعد اول برنامج ثاني برنامج بلشتي خلص تثبتي حالك لا كثير الواحد بيتقدم انت بتعرف اول برنامج ثاني برنامج قد ايه تقدمت اول حلقة انا بعد ناطر 10 تثبت حالي طولي بالك لا انه بضل يتقدم الواحد وما بيوقف يتقدم لانه انت بتتغير كشخص فالانرجي تبعك يور كاريزما بتزيد نضوجك بيزيد كيف بتتعامل مع الامور بيتغير كليا فمش قصة انه هلا استحقيتها بعد 20 سنة لا بس هلا اشتغلت لها وقت عندك كارير 20 سنه يعني انت اشتغلت للشغله وبعدك انه قادر تشتغل بهالمهنه ما بعرف انه معلي شويه فضل صغير لإلي لا اكيد اشتغلت معمول هذا الشيء ابدا لا بس انه اشتغلت كثير وطورت حالي كمان كثير يعني اول سنه كنت شيء واليوم أكيد. عم تشوفك فعلا وبشتغل على حالي كثير بعدني لهلا ما بيوقف الواحد طب برعتي كمان بالمجوهرات يعني بتصمم مجوهرات مزبوط هيدي كانت باسيون ولا هيدي مع الوقت فرجينا وكلهم مصممتيهم حلوين very nice بتعرف الواحد انه بيقدر يكون بيعمل اكثر من شغله يعني الممثلين او الناس اللي بتشتغل اركيتكت مايك سو كل واحد بيشتغل رولا ديزاينر سو بتعرف كمان انه بيقدر يكون عنده بيقدر يبدع باكثر من طريقه مش بس انه اذا بيشتغل تلفزيون هذا هو الشيء اللي بيشتغله بس والسبيريت الانتربرينوريال خلص يا بداخل الانسان يلي او انه منه بداخله سوري دي عم بسمع شوي عم بحس كثير عم بتعوزي كانه تو جاستيفاي السكسس يلي طلع لك لا ما قلتي هلا انه انا وصغيره إيه انت إيه؟ صغيره انه بهالمعنى بس ليش هالقد حاسه يمكن في ناس اجوا قالوا لك ايه انت بس كنت يعني هالقد حاسه انه لازم تبرهني عن عن حالك تو جاستيفاي لا بس بيني وبين حالي اذا انا بدي اكون صادقه مع حالي انعطاني كادو overnight وبعدين لا لا ما في مشكل بس في ناس بينعطاهم هالكادو ما بيعملوا في شيء بس هالكادو انت نبشتي عليه انت قررتي انه تشاكي ايه ولا حدا هالقد من مش هالقد الواحد بيفكر لبعيد يعني مرات انه عن جد بيبقى عن جد اللي عم اقول لك اياه مزبوط بس في ناس ما بتفكر at all يعني انه ايه وبعدين فكرتي فيها بتعرفي بتعملي بلانز وبتخططي وين بتروح حياتك وشو بدك تعملي وكل هالامور وبعدين بتكتشفي انه لا الحياه هي بتاخذك وين هي بدها تاخذك دينا ما لازم تسميه كادو لانه اون فان دو كونت مثل ما لازم يكون انه كنت احلى وحده تربحتي يعني يو ديزيرف ات سم هاو لا لا ما انه ما مش انه كادو يعني انه لا بس تقدر اسالك السؤال بيزد على هيك اوكي من بعد ما هلا انا بنظري بعدك احلى من سليبان مع انه ربح كثير بنات حلوين وربح بنات يمكن مش كثير حلوين بس ما ننسى انه نحن بلد كثير صغير بدي اسالك عن الكونتست بحد ذاته رايك فيه بعد 20 سنه يعني من ناحيه كيف بينقوا البنات اذا في تزعبر اذا في وسايط وكيف بتادي ادائها على سنه المس شو نظرتك لها بريفانتان يعني بقول لك بصراحه ما بتابع كثير بقى ابدا وبعدين ما في احكم ما بدي احكم على حدا لانه اسال شغله فينا نعملها نحكم على حدا من برا وما بنعرف دواخل الامور بس انه لو كان في وسايط انا ما كنت ربحت اكيد ومرات ما فينا نعجب الكل يعني مرات انت بتلاقي حدا بتلاقيه واو يمكن حدا تاني لا بحس انه بناء على الاشاعات اللي انسمعت بمره ايه مره لا من هالكونتست يعني ما سمعت خبرني انت بهيدا كلنا بدنا نعرف هلا لا بيطلع اشاعه انه اكس عندها واسطه وهل هالنوع الاخبار مزبوطين هيك يعني ما بعتقد يو ذا موست كونفينسينج بالاسئله يعني اخذوها مش بس شكل وكلام اليوم دينا عزار يعني قطعت كل هول المرحله 20 سنه قطعت فيهم وكان التركيز كان الجمال اليوم بلشت عم تروحي على اتجاهات غير ليش عم تفتحي يوتيوب شانل عم تفتحي مجله الكترونيه عندك الجوليريز عندك مشاريع جديده اليوم صرت نوعا ما بزنس وومن بلاش تفكري بهذا الاطار كيف اليوم بتصير تفكري او اكيد مش هلا من قبل من بعتقد من اول ال 2000 خلص بتتغير الامور براسه للواحد ونادينا بتتغير الامور براسه للواحد وببلش يحس انه في اشياء اكيد هيدا الدومين او هيدا الميتي ما بيضاين لكل حياته للواحد واذا بده يضل يقدر ينقي اللي بده هو يختار العمل اللي بده يعمله
بده يكون عنده شيء يدفع البيلز محل تاني. بس في شغله لازم الواحد يكون انت عنده يو درو انت هذه ما مذكوره ولا بمحل انت ايه عيد واي بينت باري لا حقلك لانه كنت الادفايزر تبعي اوه عن جد هل قد مغير عليك ما عرفتي غير كثير انا ما هيدي مشكلتي عن جد ما بتذكر مع كل عملية تجميل عملوا راشد بحسن هلا ذكرت بس ما كنت عامل ذا كوجاك لوك لا لا ما كان فيه هيك شو ما كان فيه دقنه كان فيه وينه بتذكر ما كان فيه شيء يعني اخذي كورسيت دروينج بس سؤالي انت لما بتقولي بتعملي ديزاين لجولري جايبي جولرز تعطيهم الفكره تبعتك ولا يود لا انت بترسمي بايدي انا برسم بايدي I sketch on a personally. Hello, you know. It's your sky full of stars. I'm gonna give you my heart. دينا عزار اليوم وقت تعملي كل هالقصص يور ستار بس يور ستار بشو أكثر شيء؟ I think أكثر شيء بالأشياء اللي ما كنت أعرف أعملها وتعلمت أعملها. يعني أكثر شيء طبخ أكبر accomplishment إلي بطبخ منيح باي ذا واي أكبر accomplishment وقتها بقدر أتعلم من أغلاطي من الفيليرز من النجاحات من مرات وقتها ما بنكون نحن بأحسن حالنا من كل هيدول الأمور هيدا هو اللي بياخذوا معه بعتقد الواحد أكثر شيء دينا من ميس ليبان لمثلة لبزنس وومن شخص مرق هالقد أشياء بحياته مثل ما قلتي في أشياء كتير كانت سكسس وفي فيلرز كتير بحياتك بدي أعرف شو الإشاعة الأكثر شيء زعج دينا عزار بكل هالمسيرة أكيد في إشاعات دائما واحد سيلبرتي بيطالوا إشاعات It's fun يعني عرفتي بتحس هيك part of الواحد يكون سيلبرتي إنه fun يعني خلينا هيك أكثر واحد يزعجك في إشاعات هيك عمسحة يعني في إشاعات ما بتزعج كتير بتتماشي معها بس في إشاعة هيك بتحس الواحد بتجرحه مظبوط وشو هي وكيف كيف هاو يو هاندلد مش اشاعه بس مره بالبريس بابي كان مريض يعني عنده كانسر وحكيوا عن هالموضوع وهو حدا الله يرحمه كان كثير ديجنيفايد وكثير براود فهيدا في محلات في اشياء في خطوط ما بنقطعها بالحياه وكشخصك انت ما بتفرق معي لانه انا بيني وبين حالي بعرف مين انا وبيني وبين حالي وقت بحط راسي على المخديه عشيه بعرف مين انا بالنهايه وبعدين انت بتعملي ضميره للواحد ولحتى لو اوقات الواحد بيعمل اشياء منا ضميره بينه وبين حاله بده يرجع ينبو ضميره وقت ما بيكون عم بيعمل شيء مزبوط واعطيه وقت للاحداث اعطيه وقت للامور والامور هي بتكشف حالها لحالها دينا عزار جاهزة لستين ثانية أسئلة بستين ثانية؟ آه لا يلا لا فينا بديك تفضلي على الكرسي بالوجه أطرح عليك عدد من الأسئلة بالوجه أطرح عليك عدد من الأسئلة وبدي أشوف بستين ثانية قديش ممكن تجاوبيني على أكبر عدد من الأسئلة هون؟ جاوبك نعم جاوبك بده يكون بكلمة واحدة أوكي اتفقنا؟ جاهزة؟ جاهزة 60 ثانية جرب جاوب على أكبر عدد أسئلة 3, 2, 1 مقدمة برامج أو بزنس خاص فيك؟ بزنس خاص فيي دينا عزار بتعملي دايت معين؟ نوعا ما كم مرة بتمارسي الرياضة بالأسبوع؟ بجرب مرتين ثلاثة من الآخر بتخافي تخسري جمالك؟ أكيد بفكر فيها من الآخر شهرة أو المال؟ لا هاي ولا هاي من الآخر مين أجمل ملكة جمال انتخبت من بعدك؟ جوال بحلوق من الآخر على شو بتندمي بحياتك؟ على الفرص اللي ما أخدتها من الآخر مغرومة حالياً؟ لا من الآخر شو كان اسمه؟ لا من الآخر بتفضلي الرجال الشرقي أو الغربي؟ ما إلو علاقة شو اللي بتخافي ما تحققي بحياتك؟ ما في شيء شبكة التواصل المفضلة عندك انستغرام سناب شات فيسبوك فيسبوك كم فولورز عندك على انستغرام 8400 وشي 8500 14 سؤال برافو دينا
Good one. كنت سعيدة بكل الأجوبة؟ أكيد. تفضل يا لا لا ريلي وإذا ما كنت رح أقول لك عن جد. لا 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 بعرف جوال بعده طلعت دغري السنة من بعدك؟ لا بعتقد سنتين بعدك. سنتين من بعدك. يعني كمان بالتسعينات جوال بحلو. 98 يعني بالتسعينات لل 2016 بالنسبة لإلك بعد أجمل وحدة كانت جوال بحلو. ما عم تابع، قلت لك ما عم تابع. من الآخر ليلى بن خليفة. من الآخر the way you are wearing your jewelry حببتيني إنه أشتري منهم كتير حلوين I love this ethnic chic style thank you هيدا يعني عليكي بيطلعوا كتير حلوين مقدمين سالي الخزن من اللي سمعته بحس إنه يعني كأنك عندك فواياج بعدك عم بتعيشي عم you're looking for something for yourself and I hope you find it and be in peace and harmony peace الحمد لله بس the voyage never stops ما هيك the journey never yeah, stops the journey never stops لا لا you shouldn't stop أنا بدي أقول لك إنه حتى لو هلأ بعصرنا هلأ مع كل الإنستغرام ومع كل الترويج لكل حفلات ملكة الجمال نحن بعدنا بنعتبر إنه أنت كنت يمكن آخر ملكة جمال بلبنان I'm serious عن جد إنه خجلتوني بالآخر الرجل تحصل تقريبا على كلام ساري الفويج بعده بعيد اسمعي مني رجعي فوتي على الجامعة خذي لك كورس بتعرف إنه كنت عم بتطلع هيداك النهار على الكورس لايك probably انا بكون perpetual student كل عمري مبين قد ما اخذت رجعت درست اكثر من مره انا اوريدي قلت لها انه احلى ملكه جمال صارت ورجعت قالت لها انجريد عنا وبيناتنا بفضل لو بترجعي على التي في المحلي لانه من بعد قطشه قصيره رحت كله تي في براني وعربي وويب تي في انه الام تي في شو ما بتسيب بتجنن الام تي في بتسيب البرنامج المضبوط اذا ما في برنامج مضبوط نبدأ أول واحد. بقولك عادي من الآخر. أنا بدي أقول لك دينا كل ما منشوفك من سنة لسنة عم تحلي أكتر وأكتر وأكتر والأحلى فيكي هو الجمال الداخلي اللي عندك يلي هيك مطلعتي لنا إياه واضح كتير. ليك مين عم بيحكي؟ أنت أحلى إكزامبل بالنسبة لإلي للمرة يلي عرفت ليش بدها تفوت على ملكة جمال لبنان أو فاتت بالحظ أو بالغلط على ملكة جمال مسابقة ملكة جمال لبنان بس عرفت أهم شيء من تاني نهار كيف تستفيد من هيدا الشيء وكيف تقدر تستثمر هيدا الشيء خلال كل حياتها وخلال كل مسيرتها مش هيك بدي أقول لك برافو لكل شيء عم تحققيه اليوم وثانك يو سو ماتش لأنك كنت موجودة معنا وثانك يو فور هافينج مي انبسطت بهالقعدة كثير نحن انبسطنا فيك ثانك يو دينا بريك اول بحالتنا ما تروحوا لمحل دقيقة كثير قليلة مع البريك دغري من بعدها جو اشهر رح يكون موجود معنا بريك وبنرجع Nothing can stop me, I'm all the way up.